بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مستمرين في الكلام عن التقوى. وقلت إن التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، وأن تبتعد عن الذنوب والمعاصي، أن تتقي الله في الخلوة والجلوة، في البيت وخارج البيت، مع الناس ومع رب الناس سبحانه وتعالى. التقوى العلماء قالوا إن المتقي له أربع علامات. إحنا عرفنا تعريفات التقوى، واللي قال عليه سيدنا علي: خوف من الجليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. العلماء قالوا المتقي بقى له علامات تدل على تقواه. للمتقي أربع علامات، إيه هما؟ قالوا أول حاجة حفظ الحدود، نمرة اتنين بذل المجهود، نمرة تلاتة الوفاء بالعهود، نمرة أربعة القناعة بالموجود. يبقى المتقي له كم علامة؟ أربع علامات: حفظ الحدود، وبذل المجهود، والوفاء بالعهود، والقناعة بالموجود. أن تحفظ حدود الله جل وعلا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الإنسان لا يتعدى حدود الله، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. خد بالك من الحدود اللي ربنا حدها. وبذل المجهود، إنك تجتهد وتعمل وتسعى وتسعى في هذه الدنيا لتطعم نفسك وأولادك من حلال، كل ده في ميزان حسناتك. والوفاء بالعهود، لو بينك وبين حد عهد أو وعد لابد أن توفي به. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ده صفات أهل الجنة، صفات المتقين المؤمنين. والقناعة بالموجود، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إياك أن تنظر إلى من هو فوقك، لكن انظر لمين؟ لمن هو دونك، انظر للي أقل منك. أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يبقى المتقي له أربع علامات باختصار شديد: حفظ الحدود، وبذل المجهود، والوفاء بالعهود، والقناعة بالموجود. طيب يا عم الشيخ، اتقينا ربنا ووصلنا لبر التقوى والأمان، إيه الثمرة اللي هتعود علينا؟ إيه الفائدة اللي هتنفعنا لما نتقي ربنا سبحانه وتعالى؟ التقوى لها ثمرات، نعم لها ثمرات ولها فوائد يجنيها الإنسان ويحصلها الإنسان من تقواه. إيه هي ثمرات التقوى؟ هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومول. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. إيه هي ثمرات التقوى؟ إيه بشارات القرآن للمتقين؟ ده القرآن مليء بالبشارات. شوف ربنا يقول في القرآن الكريم: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. دي في سورة الحجر. يقول جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين،
كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. سورة الدخان. يقول جل وعلا في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سورة الذاريات. يقول جل وعلا في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. سورة الطور. يقول جل وعلا في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول جل وعلا في سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ست مواضع في القرآن بدأت بقول الله إن المتقين، وموضعين اتنين بدأوا بقول الله إن للمتقين، سورة القلم وسورة عما يتساءلون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إلى آخر الآيات. ويقول في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحانه وتعالى، أدي عطاءات الله للمتقين. شوف يقول إيه في القرآن: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. التقوى من ثمراتها إن الإنسان يشعر بالبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قالوا: السماء تمطر والأرض تنبت. التقوى سبب في العلم اللدني. واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى تكفر الذنوب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى تجعل لك من الضيق مخرج وتجعل لك من العسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللي هيتقي ربنا، ربنا هيعينه، ربنا هيمده بمدد من عنده. بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم. ده حصل في غزوة بدر مع سيدنا النبي والصحابة. فالتقوى أن تتقي ربك جل وعلا. التقوى من اتقى الله أسعده، ومن اتقى الله نجاه، ومن لجأ إلى الله جل وعلا زاده تقوى ويقين وإيمان سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم آمين يا رب العالمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. رجعنا لكم تاني مع الفقرة الفقهية. أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. اللهم أمين. إيه الأمور المستحبة اللي كان بيفعلها سيدنا النبي في يوم الجمعة؟ من الأشياء المستحبة في يوم الجمعة الغسل، إنك تغتسل لصلاة الجمعة. ويمكن أنا قلت قبل كده في الأغسال المسنونة، غسل الجمعة من الأغسال المسنونة المؤكدة التي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم ويوصي أصحابه بها. والتبكير إلى المسجد
ولباس الثياب الأبيض، يا حبذا إذا كان عندك ثياب أبيض في يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وأن يتطيب الإنسان قبل ذهابه للجمعة. اعمل طقوس كده عندك في بيتك، علم أولادك عليها يوم الجمعة: الاغتسال، التطيب، لبس الثياب الأبيض، التبكير إلى المسجد، تروح بدري للمسجد وتاخد أولادك بدري للمسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، اغتسل غسل للجمعة، ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يبقى هتغتسل وهتبكر للمسجد، وبعدين هتتطيب وتروح في الساعة الأولى، إلا يروح في الساعة الأولى كأنما تصدق بناقة ببدنة. طب اللي يروح في الساعة الثانية فكأنما تقرب إلى الله ببقرة، الساعة الثالثة كأنما تقرب بكبش، الساعة الرابعة كأنما تقرب إلى الله بدجاجة، الساعة الخامسة فكأنما تقرب إلى الله ببيضة. نحرص على هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، ويقول في الحديث: حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك في يوم الجمعة. حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك، والسواك سنة مؤكدة، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل إيه؟ عند كل وضوء. طيب، دخلت الجمعة ولم أدرك الخطبة وأدركت الإمام وهو يصلي، خد بالك، من أدرك ركوع الركعة الثانية من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ده رأي الجمهور. اللي هيدرك الركوع في الركعة الثانية، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، لو أدركت الركوع أو أدركت الإمام وهو يقرأ في الركعة الثانية يبقى باقي عليك ركعة وتحسب لك جمعة. طيب، دخلت الصلاة والإمام قام من الركوع، رفع من الركوع وسجد في الركعة الثانية، تصليها ظهرا، لا تحسب لك جمعة. يبقى ناخد بالنا من موضوع ده، دي حاجة مهمة، إنك أنت لو أدركت مع الإمام الركعة الثانية في صلاة الجمعة يبقى باقي عليك ركعة. طب لو لم تدرك الركعة الثانية، ما أدركتش الفتحة ولا القراءة ولا الركوع، وقام الإمام من الركوع في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، بعد ما يسلم الإمام تقوم تصليها 4 ركعات إيه؟ ظهرا. طيب، التطوع قبل الجمعة وبعد الجمعة، ما فيش قبل الجمعة سنة، إنما بعد الجمعة يصلي 4 ركعات أو ركعتين، ومن السنة أن يصلي الإنسان سنة الجمعة في بيته. لو صليت في البيت يبقى خير وبركة، وتبقى اتبعت سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأفضل أن يدرك الإنسان الإمام قبل أن يصعد على المنبر، تدخل الجامع قبل ما يطلع الإمام على الإيه؟ على المنبر. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، ويجعلنا ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم آمين. شوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.